باش نحكيو على عمليه باش نسموها الحقيقه عمليه تحيل صارت في سينار بياس هذايا طبعا وفق المواطنه التونسيه عندها شقيقتها تعرضت للعمليه هذه العمليه التحيل تفاصيلها باش تحكي لنا عليها اخت المضره. مرحبا بي عسلام. انا نسكن في زغوان. انا اليوم جيتكم بالذمه صارت معايا حكايه مع انت ما لقيت لهاش حتى حل الى يومنا هذا. انا امي ماتت في شهر مارس من شهر مارس الى يومنا هذا ما لقيت لهاش حل. مارس 2024 الحكايه كيفاش تتمثل. انا امي نهار 9 مارس توفيت الله يرحمها بحكم امي كانت تخدم في معناتها في وزاره التربيه. توفيت نهار 9 مارس. نهار 11 مارس خويا مشى عمل ديكلار عليها في سي ان ار بي اس بحكم انها كانت معناتها ماتت في عمر 84 سنه يعني كانت انتريتيه فهمتني. مشى عمل ديكلاراسيون نهار 11 مارس طلبوا عليها اوراق مشينا عملنا الاوراق الكل حضرناهم لهم بقات حجه الوفاه. حجه الوفاه بحكم انها تتعطل شويه خاطر ماك تعرف انت محكمه والكل بون الحمد لله انهم في المحكمه حضروا هنا يرحم والديها القاضيه والكل حضرت هنا فيسه معناتها ميم با جمعه ولا جمعه ونص وحجه الوفاه حضرت. هزينا حجه الوفاه وهزينا اوراقنا للسي ان ار بي اس دفعناهم قالوا لنا توا تبقاو تستناو حتى لين نبعثوا لكم مرشدة اجتماعية. بقينا نستناو في المرشدة الاجتماعية تعدى شهر مارس تعدى شهر أفريل في شهر ماي نمشي لهم كل ما نمشي له أنا سبقتك بالحديث أنا كي ندفع الأوراق ناخذ التوصيل اللي أنا دافعة أوراق فهمتني. في شهر ماي كي مشيت له قلت له كيفاش قال لي مازلت حتى تجيك المرشدة. انا مشيت معناتها المرشدات وكل قلت لهم راي انا عندي اختي بحكم ماهيش معرسه وتعيش معناتها كانت مع امي يرحمها وتتمتع بالشهريه نتاع امي فهمت. قد وحدها في الدار وما عندهاش حتى عائل باش يصرف عليها. انا ما نجمش نصرف عليها خاطر عندي صغار وخواتي كل وحده في دارها. اختي الاخرى مسكينه عندها مريضه زاده ما تنجمش وتخدم وعندها اولادها يقراوا. اختي الاخرى ما تخدمش يعني حتى حد ما ينجم يصرف عليها كان شهريه امها معناتها تاخذ شهريه امي وشهريه بابا المتوفي باش يصرفوا عليها الشهريتين هذومك. كي مشيت للمرشدات قالوا لي لو جولي قالوا لي راهو ما فماش حتى دوسي جانا باسم اختك باش نخدموه معناتها باش انا علاش مشيت على اساس باش يسرعوا باش يجيو يعملوا معناتها باش يعملوا كل الارشادات ولا شنيا باش يبعثوا لهم على ضو. هو اش قال لي على ضو اللي باش تقولوا المرشده احنا باش نعطيه الشهريه واحنا راهو ديما باش نمشيو للشهريه الاقوى باش نعطيه هيلها فهمتني كيفاش باش تلقى كيفاش تعيش. كي مشيت انا المرشدات لو جولي يرحم والديهم حتى وحده ما لقيت معناتها حتى حاجه ما فماش حتى دوسي مشي. قالت لي ترجع له وتعطيه النومرو نتاعنا وتقول له يتصل بينا وكي يتصل بينا طيب يحكي لنا هو الوضع. كي رجعت له انا قابلته قلت له راني مشيت للمرشده وراهي قالت لك ما فما حتى دوسي وصل بالاسم. راهي تصور انت لو جت باسم اختي ولو جت باسم امي ولو جت باسم بابا قالت ما فماش حتى دوسي تخللنا باسم العباد هذوما. قال لي خي شكون قال لك انت باش تجيك مرشده؟ قلت له كيفاش تقول لي شكون قال لك باش تجيك مرشده؟ خي انت قلت لي باش تجيك مرشده. قال لي لا يعيط لي الواحد يخدم معاهم في الغاديكا قال له تعطيني نتاع رابعه كذا كذا الدوسي نتاعها. قال لي هم صبوله. اخي قلت له ايه صبوله؟ تو انا نورمالمون حسب علمي وحسب تفكيري انا نورمالمون مصبوبه في اورديناتور. راهي الحكايه هذه يضرب على اورديناتور يطلعها مش يجيب له دوسي ويخرج من الدوسي من غادي كي باش يلوج. ساعه قعد يلوج من بعد قال لي تمشي تجيب لي من الدار التوصيل هذاك اللي صبيتوا به الاوراق باش نطلعوه. مشيت جبته له من الدار ورجعت قعدوا يلوجوا من بعد قال لي ها هاو. اي قلت له قداش؟ قال لي 177 دينار. شنو هي؟ قلت له 177 دينار كيفاش من شهرية أمي ومن شهرية بابا كان 177 ألف؟ قال لي ذاك هو اللي عطاتها الدولة. الساعة أول حاجة قال لك منحة الدفن ما عندكمش فيها حق. باهي. وأنا ما يسالش ولو إني أنا كي سألت من بعد قالوا لنا كيفاش تقولوا منحة الدفن نتاع أمكم ما عندكمش فيها حق. يزيد يقول لي شهر مارس وأفريل خذتهم الدولة. أنا لنا نحب نسأل أنا الدولة كيفاش تاخذ فلوس نتاع ناس. انا عمري ما سمعت الدوله نورمالمون يتسبوا لها هذومك
يتصبوا لها ويتبعثوا لها لها هي فهمتني ولا لي نحن ولا لي شكون. ما احنا عندنا اختنا هذيك ما حشناش احنا. قال لك ليه ما فماش؟ كي تعطيني 177 دينار كيفاش باش تعيش؟ كيفاش تنحي لها شهريه بوها وتنحي لها شهريه امها وتعطيها 177؟ قال لي هذاك هاو. هزيت الورقه، اعطاني ورقه ويطلب لي انسان في البوسطه ويقول له هاي جايتك اجي بدلها. او اللي زاد انا اللي زاد انا خليني مش نشك، انا اكثر من شكيت. نمشي لها للدار نهزها، يعطيك ورقه. كيفاش الورقه؟ ريت هو عطاني كود الساعة. مشيت باش نجبد بيه. مشينا البوسطه جبدنا في البوسطه. شي يعطيوني ساعة قعدوا يلوجوا، يعطيوني ورقه كي عباره على انك باش تصب موندا ويعطيك التوصيله ويقول لك التوصيله هذيك كل شهر تجيبه باش تجبد بيه. باه وفات الحكايه غاديك. اختي لازم تحضر كارني طبيب خاطر كي ماتت امي يتوقف الكارني نتاع الطبيب، ما عادش عندها حد معناتها يتوقف كل شيء حتى لين تعاود تركح اوراقها من الجديد. مشيناش للكنام، مشينا للكنام بعد ما خذات الشهريه. مشينا للكنام قلنا لهم راهو باش نعملوا كارني نتاع طبيب نتاع اختي. هي اختي كانت تتمتع بالكارني نتاع بابا قبل ما تموت امي، لكن كي ماتت امي كل شيء توقف فهمتني. تعاود من بعد هكايا الاجراءات جديده، ما بحكم انها معناتها باش تولي خاطر امي كانت تتمتع فهمت، باش يعاودوا الاجراءات جديده اجراءات قانونيه فهمتني، باش يعاودوا يركحوا لها اوراقها. كي مشيت انا للكنام قالت لي طلبت عليا اوراق بما فيهم ورقه نجيبها من السي ان ار بي اس. لهنا تو باش يبدا الفيلم الاكسيون باش يبدا. انا نهارتها مانيش حاضره، كلمتني اختي اللي اصغر مني قلت لها اسبك انت هزها للسي ان ار بي اس وامشي حضر لها الاوراق وانا هاتا ونخلط عليك خاطر بحكم انا اللي نتبع في معناتها واقفه معاها في اوراقها وفي دوسياتها وفي كل شيء. مشات اختي للسي ان ار بي اس. في السي ان ار بي اس ايش يقولوا لها؟ قال لها انتم ساعه بالنسبه لنا احنا امكم ما ماتتش وقاعده تتمتع بالشهريه نتاعها. هذه واحده. ثاني حاجه شكون اللي عطاها ال 177 دينار؟ هذه يعطوه الانسان معاق. قالت له كيفاش تقول لي انسان معاق وهي اختي هايكا قاعده قدامك انسانه طبيعيه؟ قال لها شكون عطاها لكم؟ قالت له لهنا. قال لها احنا بالنسبه لنا احنا لا جبتوا لنا دوسي ولا رينا دوسي ولا في بالنا بدوسي. قالت له بالنسبه لك انت تحكي ما عندكمش دوسي، احنا عندنا ما يثبت ان احنا صابين دوسي. ما هو كي تصب دوسي يعطيوك التوصيل اللي انت صبيت دوسي. قالت له احنا عندنا ما يثبت ان صبينا دوسيات مرتين، مش حتى دوسي، دوسي الاول نتاع المضامين والاوراق اللي طلبوهم علينا ودوسي ثاني نتاع حجه الوفاه اللي خلطت من بعد خاطر وقت اللي حضرت خلطت حجه الوفاه. قال لها احنا ما في بالناش وقعدوش يتداولوا هما منا ومنا وكيفاش تقول لي؟ قالت له انت تقول لي. قال لها احنا ما نعطوش 177 دينار، هي تاخذ فيهم اعانه. قالت له لا اعانه لا شيء، منحه نتاع منحه هي. قال لها تاخذ فيهم منحه؟ قالت له لا منحه لا شيء، انتم عملتوها لها. قال لها احنا ما عملنا لهاش. وما كيكا وتخلى واحد اخر، انا ما حضرتش عليه شكون، لكن قالت تخلى واحد منهم قال لها شبيها شبيها شبيها. قالت له راهي قالت انها دافعه دوسياته دافعه دوسياته الكل، وراهي قالت معناتها اختي هاي تاخذ انتم قلتوا تاخذ في منحه وشنو. اخي قعد يغزر لها غزر بعد قال لها إيه في بالي بموضوعها دافعه دوسي. خليه اختي واقفه غاديكا ويدخلوا للبيرو يعملوا اجتماع بين بعضهم. يخرج لها شي يقول لها، يقول لها هاو الكود هزوا سفساريك باب عليوة. انا حبيت نعرف سفساريك وباب عليوة تقول شي جايته للدار اعطيني نتعشى ولا اعطيني نفطر فهمتني. قال لها وتمشي للكنام تعطيهم الكود هذا. كي كلمتني رجعت للكنام، الكنام فاش شو تقول لها في الكنام؟ كي مدت لها الكود بتبيعها باش تضرب على الاورديناتور باش تخرج الكود، يعني درام تاع امها باش تاخذ عالم تاع كارني امها ولا باش تاخذ كارني نتاع بوها. كي ضربت في على الاورديناتور قالت لها لا جاك كود نتاع بوك لا جاك الكود نتاع امك، هذا نتاع شخص ما نعرفش شكون. هذا ايش قالت لها؟ خلطت انا. قالت لها هاي جات اختي باش تفهمها. كي خلطت انا قلت لها شنو هي الوضعيه يا مدام؟ قالت لي راهو لا جاك كود امك لا جاك الكود نتاع بوك. اي وكيفاش تقول لي ما يعطيوهاش شكل؟ معناتها كيفاش تقول لي الدوله تاخذ لها فلوس؟ راهي الدوله ما تاخذش فلوس الناس، راهي تصبهم لها ربيل هذوك الفلوس نتاع الشهرين يتصبوا ربيل. وشهريه امك ويني؟ وشهريه بوك ويني؟ كي باش يعطيوك انت من شهر؟ انا ما نجمش نعمل لك كارني نتاع طبيب على كود لا جي نتاع امك لا نتاع بوك. امشي اجري على شهريه امك ولا وشهريه بوك فهمت؟ المال اللي كانت تاخذ فيه 177 نتاع شنو؟ هاني قلت لك هو بيدو راهو انكرهم راهو في سي ان ار بي اس ال 177 قال يعطيو فيهم نتاع كيما كل منحه ولا شنيه. كيفاش انت سي ان ار بي اس تعطي منحه؟ عمري ما سمعت بها راهي هذي.
اخي هزيت الاوراق دوسي ورجعت، قالت لي ترجع له وتفهموا، معناتها تقول له شهريت امي ويني وشهريت بابا ويني. رجعت له هذا سي سيد اللي عمل لي، هو اللي عمل لي روحه هو الكل غاديكا في الـ في الـ في الـ في الاداره غاديكا. دخلت حسيت دخلت له هو، قلت له فهمني، قلت له رجعت لك انا طوى هاي رجعتني رجعتني الكنام، راني جيت باش نفهم حاجه باركه، اي راني جيت باش نفهم حاجه باركه. الكود اللي عطيته لي لا جا كود نتاع شهريه بابا ولا جا الكود نتاع شهريه امي، الكود نتاع بابا وينو نتاع شهريه بابا وينو، الكود نتاع شهريه امي وينو، والكود اللي عطيته لي نتاع شكون هذا، واللي عطيته لها منحه تقول منحه اختي منحه نتاع شكون ومنين جبتو هيلا، وشهريه امي وين مشيت وشهريه بابا وين مشيت. يقول لي اسمعني تحدث بالشويه، قلت له والله نحدث فيك بالشويه يا بنتي، زيد تحدث بالشويه، قلت له والله نكلم فيك بالشويه. التلفتت له مراه قاعده قالت له يا خي يعني تحدث فيك بالشويه، قلت له تحبني نوشوش لك في وذنيك باش تسمعني؟ قال لي يعمل لك يقوم من البيرو ويخليني ويحل الباب ويخرج. الى يومنا هذا انا شن طالب من الوزير نتاع الشؤون الاجتماعيه ومن سيد رئيس الدوله، انه معناتها انا نحب نطالب بحق امي وبحق اختي، اختي ما عندها حتى حد، ما عندهاش شكون يصرف عليها، ما عندهاش شكون فقط الجهه ذكرنا بالجهه به زغوان زوين. اسمعني انا طالبه بحق اختي، فلوس امي وين مشيت، شهريه بابا وين مشيت، الكود اللي عطاوه لنا نتاع شكون اللي كانت تاخذ فيه باسم شكون نتاع صحيت، شهريه امي كانت تاخذ في شهريه امي، امي شهريتها ويني كانت تجبت فيها، وشهريه بابا ويني. هو قال لي المره الاولى قال لي رانا باش نعطوها الجزء الاكبر، يعني من شهريه امي وجزء من شهريه بابا، وين مشيو وشنو هي الملحه اللي يعطيو لها فيه، وكيفاش يقول لي انا ندفع الاوراق يقول ما جيتوناش وما في بالناش بيك، وكيفاش يقول هذيك منحه تتعطى للمعاقين، انا اختي ماهيش معاقه، منين جابوها المنحه هذيك؟ انا نطالب بالدوله ونطالب الوزير نتاع الشؤون الاجتماعيه يتدخل، خاطر احنا ما عندناش حتى حد باش يقف معانا، وانا جيت بالذمه لهنا باش نفضحهم هما وباش تكون عبره، لي خاطر مش اول انسان نتصور انها صارت علينا الفازا هذه، نصورها تصير على 20,000 تونسي راهي انا الحكايه هذه، ونصور انها من الناس اللي ما عندهاش شكون يقفلها، يعني حتى مساكن تتعدى عليه حكايه كيما هكا. انا نطالب بحقي ونطالب حق اختي، ونطالب من رئيس الدوله انه يعود يبعث للناس للادارات يبعث كنترول باش يشوف الحكايات هذه، يلزمها كنترول، يلزم يجي كنترول ديما للادارات هذه ويتبع حقوق الناس. انا طالبه حق اختي وين مشيت ومش يعني هذه من مارس في الكنام، استنى وفي الكنام تزيد تقول لي بالنسبه لنا احنا امك عايشه وقاعده تجبد في الشهريه نتاعها، امي كيفاش عايشه؟ صحيح امي كيفاش عايشه وكيفاش تجبد في شهريتها؟ شهريتها شكون ياخذ فيها امي؟ انا لهنا نحب نعرف اختي شهريه امي شكون ياخذ فيها، واختي شكون باش يعطيها الشمس؟ شكون باش يصرف عليه؟ اختي لليوم عامله جلطه ما عندهاش كارني نتاع طبيب، فوتت زوز رانديفوات نتاع طبيب، ما تنجمش تمشي للكنام باش تعمل كارني، وهما ما عادش نجم نرجع لهم على خاطر قال لك ما عندنا حتى شيء وما عندنا وصلنا حتى شيء، لشكون باش نمشي واي جهه باش نتصل بها؟ ونتمنى يتصلوا بيا الجهه المعنيه ونحب نعرف انا حق اختي وين.